وادعى أناس محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الميزان الذي يمكن أن نزن ما عليه الناس اليوم، لأن كثير من الناس يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الميزان هو هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يبتدع مثلا، يبتدع في دين الله، الذي يبتدع في دين الله، هل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من زعم، يعني كاذب، أن في الإسلام بدعة يراها حسنة، لأنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام خان الأمانة، ولو زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة هذا كفر أكبر. قال: اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كمل، لم يبقى معنا إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه.